الخارطة السياسية تبدلت حاليا. الإطار في مفاوضات جادة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لدخول إلى تحالف تشكيل الحكومة، والجميع يعلم يعني هذا ليس هذا واقع، أنا دا أقول لك إياه، وليس كما يفهم البعض من كلامي. بدون مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني ما ممكن تشكيل حكومة بعد انسحاب طرف أساسي هو التيار الصدري من العملية السياسية. بانسحاب الحزب الديمقراطي الكردستاني من تشكيل الحكومة والذهاب إلى المعارضة، أنا بنظري تنهار العملية السياسية بشكل كامل، فهذا مستبعد جدا، والجميع يعرف أسباب ذلك. لما يملكه هذان الطرفان من ثقل داخل العملية السياسية، سواء السيد مقتدى الصدر وتياري الواسع، وأيضا فخامة الرئيس مسعود البرزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.